وعايز اقول لحضراتكم برضو احنا ما بننساش ذاكره الام، البرنامج اللي بتعده الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه، وانا حريص على استعراض هذا البرنامج كل اسبوع لانه في انعاش للذاكره المصريه. بنشوف البلد دي حصل فيها ايه، والبلد دي كبيره قد ايه، والبلد دي ذاخره بالاحداث ازاي. النهارده عندنا حلقه جديده من حلقات برنامج ذاكره الامه اللي بتعده الشؤون المعنويه، اللي هو بيسجل احداث في شهر اكتوبر. هنبدا بيوم 3 اكتوبر سنه 55. في اليوم ده الرئيس عبد الناصر افتتح معرض القوات المسلحه في الجزيره. نشوف مع بعض. في 3 اكتوبر عام 1955 قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بافتتاح معرض القوات المسلحة بالجزيرة، وضم المعرض تطور الأسلحة والمعدات المستخدمة في الجيش خلال 3 سنوات. في 3 أكتوبر برضو لكن المرة دي سنة 59، رئيس عبد الناصر بيحتفل بذكرى معركة رشيد، وفيها كان عرض عسكري وافتتاح متحف رشيد اللي فيه وثيقة مهمة جدا اللي بتسجل استسلام قائد الحملة البريطانية. في 3 أكتوبر عام 1959 تم الاحتفال بذكرى معركة رشيد، حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا وافتتاح متحف رشيد الذي يحتوي على وثيقة تاريخية عن استسلام قائد الحملة البريطانية. طبعا 6 اكتوبر كان يوم النصر، الحدث العظيم الذي تتجدد عظمته كل عام. كان في برنامج ذاكرة الأمة مساحة ليوم 6 أكتوبر سنة 73. أكتوبر عام 1973، يوم النصر المبين، يوم العبور العظيم. قواتنا المسلحة المصرية تعبر قناة السويس، تدمر خط برليف. إنما الحمة أكتوبر التي قادها الرئيس الراحل أنور السادات هي معركة من أعظم المعارك، فلقد كسرت الكبرياء الإسرائيلي وحطمت أسطورته. في البدء كانت الضربة الجوية أكثر من 200 طائرة مصرية تنطلق من المطارات والقواعد لتعبر القناة في الساعة 2 بعد ظهر هذا اليوم، تضرب في وقت واحد، وتتابعت الضربات من الجو والبر، ودمر خط برليف على أيدي رجال قواتنا المسلحة بإيمانهم وعزمهم على استعادة كل شبر من أراضي الوطن. صورة المشهد الأخير بتاع الرئيس السادات ده من أعظم مشاهد في تاريخ مصر. أنتوا عارفين، ما تجيب لنا كده، هات لنا كريم كده المشهد ده، واللي هو الرئيس السادات الفرحة بالانتصار باينة في عينيه. هات لنا يا أخي، أنت بخلان علينا ليه؟ هات لنا المشهد ده اللي هو وثبت لنا الصورة بقى لما تيجي. افتح بقى كده على الشاشة، خلي الناس مع الرئيس السادات. أيوه ده، دي الصورة دي. أنا عايز أقول لحضراتكم إن دي من أعظم الصور في تاريخ مصر، قائد المنتصر
اللي هو شايفين يعني فتحه ايديه دي كده اللي هو خلاص عملنا اللي احنا عايزينه. طيب اخر حاجه في برنامج ذاكره الامه النهارده ليه مفارقات القدر، لانه 6 اكتوبر 73 عبرنا وكان بطل الحرب هو الرئيس السادات، وفي يوم 6 اكتوبر 81 اغتيل الرئيس السادات في ذكرى يوم انتصاره، وشويعت جنازته يوم 10 اكتوبر ودفن زي ما انتم عارفين في تقريبا في المكان اللي استشهد فيه او بالقرب من مفارقات القدر. ولذلك طول الوقت يوم 6 اكتوبر بنبقى بنتكلم عن الانتصار وعن استشهاد الرئيس السادات، الرجل الذي يستحق طول الوقت ان نرد له اعتباره، لانه يعني فعلا زي ما هو قال انه يعني عاوز يبقى يتكتب على يعني قبره عاش من اجل القيم ومات من اجل المبادئ. نشوف الجزء ده. في 6 اكتوبر عام 1981، وبينما كان الرئيس محمد أنور السادات يحتفل والمصريون والأمة العربية بالعيد 8 لنصر أكتوبر العظيم، وأثناء العرض العسكري طالته يد الغدر، وقد شيعت الجنازة في 10 أكتوبر عام 1981، ودفن بالقرب من مكان استشهاده أمام ساحة العرض بجوار قبر الجندي المجهول. لقد حقق السادات في سنوات حكمه ما يشبه المعجزات، فهو بطل الحرب الذي قاد البلاد لنصر عظيم، وهو أيضا بطل السلام الذي وقع معاهدة السلام التي أتاحت لمصر استعادة كامل أراضيها. يعني بشكر جدا القائمين على هذا العمل الحقيقه في الشؤون المعنويه بالقوات المسلحه، وتاني وتالت ورابع انه هذا البرنامج ذاكره الامه يا ريت اولادنا في كل مكان يشوفوه ان شاء الله.